السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا متابعين قناة عائلة عساف. غبنا وجبنا، واليوم جايب مفاجأة كبيرة للعيال والبنات. ايش توقعون المفاجأة؟ طبعا اكيد وايت ما، بس وش عندنا؟ الو فضل، تعال افتح الباب، تعال نبي نفاجئهم. وعندنا اليوم مسبح، ولكن مسبح من الطبيعة. المقطع الاول تدروا كم جاب؟ فوق المليون. المقطع هذا بتعدى مليونين. جاهزين؟ خليكم معنا. طبعا الباب هذا للكسز وللسيارات الصغيرة لكن لما تجينا دينا او تريلا او شيول او وايت، شوف شلون طريقة سحرية. طبعا هذا الباب وهذا الكراج. نسوي كذا ونسوي كذا، ايوة. بعدين نسحب الباب. يرجع كذا ويخفش، عاد والله بتصير كارثة، لكن يكفي من هنا لهناك. نضيع فيها احلى سباحه واحلى فقره. يا اخي سبحان الله العظيم، مقاطع السباحه دائما تضرب اليوتيوب، مدري ليش. هل الناس يعني يحبين المسبح ويستمتعون نفس ما يستمتع اللي يسبح؟ تجينا سؤالات كثيره. عبينا المسبح شوي ووقفنا الماء، قلنا نبي نطلع بس شوي عزكم الله الغبار. طبعا احنا كنسناه وقعنا شوي، بس برضو باقي شويه غبار نبيه يطلع مع التصريف، نصرفه من هنا. حلوين، هذا ما في مشكلة فضل، أمشي هناك، بس هذا اللي هناك صرفوا لي. ودري يتكلموا العمار مع بعضهم، ما تدري شو يقولون. ومن هنا التصريف. وعبينا نص التريلة بالمسبح، والنص الثاني بنعبيه بالثيل. الوغدان ما يدرون. يا عساف يا سنعاء يا بنايا فزاع، وين السلام عليكم. عجيب، لابس وجاهز ومستعد. مسبح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، ولا تنسوا تتابعوا شيء جديد. يا حبيبي انت شلون دريت بين هند؟ شفت التريلا؟ اي شفت التريلا، اكيد سمعت صوتها. ما شاء الله. انا عندي طقم عاد جديد للسباحه الحين، احلى طقم. يلا البس. انت البس حق البحر الميت. البس حق البحر الميت ولا البحر الحي اللي انت عاوزه. يلا شكرا مدير، شكرا. روح عبي الثيل هناك عشان يسقيه. فزاع انت جاهز؟ تبي تطب تقول شو داخل المسبح؟ يلا هالحين، يلا انا اروح. يلا دزمها. سالفه نوت؟ وش سالفتها؟ انشات بالبرقع على شان. وين النوت؟ خلي تيجي داخل بالسمك. خلي تيجي. ها صفطنا الجلسه هذه عن الغبار شوي، غبار السياره يوم جت من هنا، وهالحين الامور طيبه. الا هلا فزاع، اصبر جايك، اصبر عزك الله. نعولك، اصبر نعولك. يقول هذول قرطهم برا، ابعدهم. ايوه ابعدهم. لا وين رايح؟ فوق. يلا ما يخالف، اصبر يا فزاع. لين انا بنزع عشان ما تقزع. لا اصبر لا بك تطبت. يلا زين جاهز. سلام يا سلام. يلا سوي سي. 1 2 3 سي. بارد مثل وشو؟ مثل وجهك الحار. ما يصير مثل وجهك الحار. شوف الضفدع الصغير، شوف الضفدع، شوف هذا
حلوه. رحيم 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 انت ايش يا الضفدع؟ اللي شاف الضفدع يكتب التعليقات انه شاف الضفدع. اللي شاف الكلب يعلمني انه شاف الكلب. قصدي فزاع 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 الشيخ الذيب 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 الجليب يا الربع الذيب الجليب. كيف مستمتع؟ تنصحنا ان ننزل معك ونسبح؟ يلا يلا بجيب الريال وبجيك. الحين الثلاجه هذه ليه برا؟ طيب انت تبي تسبحين؟ ما انت مسخنه؟ انا مسخنه بس عادي. شلون عادي؟ يعني اسمع عندي لك فكره وان شاء الله ان الامور طيبه. البسي بطانيه عليك السلام. البسي بطانيه زين وطبق له اسبح. يلا انا ما عندي من شفتين البس منشفتين. البسي من شفتين كله كلهن اي عشان ما تسخنين. اذا طلعت وش البس؟ ها ادعس الحريقه يلا دز 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 امها طب على طول ولا تشاور. الا بالارنب والله اشوف اذا انا الارنب. سلام شوفي الحين طق طقي ابو طقاق هذا مع الجوانب صح؟ طقي طقي من كل اتجاه يلا واسبح ان شاء الله ما يجي سخلاف. حلو حلو شلون يدين تسلون؟ هذول كنت العب بالالوان. ايوه بس ما تخربين مسبحنا. لا ما عليك اكيد اكيد يلا طبزي طبزي هلا ها تبي تسبحين معنا؟ يلا قدام طفي الكاميرا. ليش طفي الكاميرا؟ عشان بسبح انا. تبي تغيرين ملابس تشيلين النقاب؟ اي بين النقاب وبالشرشف يلا طفي. يا لهوي يا لهوي بلا يا لهوي بلا يا لهوي انا معكم هالحين يلا 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 عاشر ربعنا عاشر. ايش تغشيت امس تسوين علينا زحمه؟ تسوي لنا فيها تخربين محتوانا انت. لا 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 هي تبقى وغيدي اصلا تو السنه الجايه السنه الجايه تصير مغشات الرسميه هالحين مغشات ابو كلب الحين. يلا هيا عاشو اعطيني يدك بسم الله اطلعي فوق اطلعي فوق اطلعي فوق على تنعول اكرتي هنا روحي هناك روحي روحي هناك يلا حولي. لا 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 وش ليه لا لا ليه لا لا وش ليه بغيت توقع معه طبي طبي شوالج بنقابك اسمح بنقابك بالنقاب. السلام عليكم. عليكم السلام. وين مشي فتت تلبسيها؟ لا لا تبردين عندي لبس واحده. ما يخالف اعطيك من شفتي تنشفين به. يلا عيري سياه ها يلا اسمعوا من نعرته هذه؟ قرطيها قرطي برا قرطي برا النقاب النقاب. اسمحي اسمح فزع اسمح قطب قطب لا لا اسمح ورنا مهاراتك يلا تحرك 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 يلا لبستي يلا تعال 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 قوم ابي تقمزي قمزي ها يلا قول بسم الله بسم الله بسم الله وش هذه هي بردانه هي بردانه تبي اعطيك صور وتي تسمحين بها ها كذا كذا اوفر 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 يلا اسمح 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 تحرك شوف علي جاي رش عليه رش على ولد 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 الجوال 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 نعرف الجوال بدال الجوال الجوال اي يلا شوف علي كل واحد يطش على انا حاليا بمر باعلى مراحل الروقان تقدر تقول مروق بالي من كل حاجة ومن أي حاجة. اليوم مثل كل يوم العيال والبنات يتنافسون على الروتين اليومي لكن بكل شغف وحب. هنا العسفي يعلف الخيل وهنيالهن ما بين علف وما بين ترويش وما بين ترتيبات. أما الفزعي المهندس والمقاول الكبير دائما يشرف على شغل العمال ومراقب عليهم ويعاونهم. النايفة ما بين هواية وما بين عاشقة للزرع والنخل والشجر ما بين سقي ما بين ترتيب مهتمة بدق تفاصيلهن. نوت راعية البيت ما بين تكنيس وما بين ترتيب البيت وما بين طبخ وحتى تعطير البيت وتبخيره. يعطيكم العافية جميعا. اليوم لازم مكافأة. تتابعون قناة عائلة عساف بعد؟ بمناسبة جهدكم اليوم أبدلعكم من برجرايزر ووجبة جديدة بعد. بس بشر أنا أكل معكم وأتابع معكم. عادي مسكينات نعم. روقان؟ روقان. ماكين على كل شروطك. في بباسي طيب. في بباسي. يلا يلا يلا.
ما يستمد الواحد طاقته اليومية إلا من حاجتين، لا نام زين ولا أكل زين، وخاصة لكان الأكل شهي ولذيذ وطازج من برجرايزر، وجبة جديدة اسمها دبل دبل. تدريش معنى الدبل دبل؟ يعني دبل لحم ودبل جبن زي ما انتم شايفين. لا لا، صار الصوص بعد على البطاطس، يا سلام ما شاء الله، صراحة طعم شهي. والتوصيل عندهم بريال واحد، حملوا تطبيق برجرايزر واستفيدوا من العرض، تخيل يوصل لك بريال واحد يا بلاش.